تقدر من خلال دراسة الموارد البشرية أن تتعلم كيفية إدارة الموظفين بجو دائم مبتكر يساعدك في اكتساب المهارات وفي فن الاختيار الموظفين وتوظيفهم والتدريب والتطوير ونظم الإدارة الأداء والتعويضات واستحقاقات قانون الأعمال والأخلاقيات وغيرها من الأمور اللي تخص الموظفين. لخريج الموارد البشرية فرص في العمل في العديد من قطاعات الدولة الخاصة والعامة، ومن ضمن المجالات المتعددة إدارة التوظيف وتخطيط القوى العاملة وإدارة التدريب والتطوير وأيضاً إدارة علاقات الموظفين وإدارة شؤون الموظفين استشارات الموارد البشرية وإدارة قسم التعويضات والمزايا.